مرت الى حسين علي، حسين يلعبها عاليه، يلا يا احمد، احمد يلعبها على جول. تسلل وضاعت الفرصه، انتهت المباراه. شوف كيف الكره، تسلل واضح على احمد ابراهيم، تسلل، لا تسلل واضح، على احمد ابراهيم. انتهت الخمس دقائق بانتظار صافرة حكم المباراة الدولية السعودي تركي الخضير لتعلن نهاية أحداث هذه المواجهة. منتخب البحرين يتقدم بهدف وحيد. انذار لأحمد إبراهيم الثاني في المباراة. كرة ملعوبة، سعد إلى جلال، جلال بعيدة إلى علاء، طويلة الكرة من علاء، أيمن، خطأ من أيمن، انتهت بانتظار صافرة الحكم الدولي تركي الخضير. الدقيقة السادسة، دخلنا الدقيقة السابعة، كان اكو توقفات بالخمس دقائق. ركلة مرمى او ركلة حرة، السيد محمد جعفر يلعب الكرة، وصافرة الحكم الدولي تركي الخضير تعلن نهاية احداث هذه المواجهة بتتويج المنتخب البحريني بلقب النسخة التاسعة بعد فوزه على العراق بهدف واحد مقابل لا شيء سجل اللاعب عيسى علي موسى بالدقيقة 39 من عمر المباراة. نقول مبروك للأشقاء البحرينيين، حللتم أهلا ووطئتم سهلا، هذا هو بلدكم الثاني، مبروك لكم التتويج بلقب البطولة. وعودة الآن إلى الاستديو التحليلي والزميل حسن عيال، ولكن بعد الفاصل على أمل العودة عند التتويج. طبعا المنتخب البحريني حقيقة نتحدث وبصراحة متناهية، استحق اللقب بعد أن قدم مستويات جميلة جدا، والمنتخب البحريني أظهر انضباط تكتيكي عالي طيلة المباراة حتى مباراة اليوم، يعني خصوصا في الشوط الأول كان المنتخب البحريني في أحسن حالاته. منتخبنا أضاع شوط كامل بعد أن يعني لم يحسن السيد كاتينيتش قراءة أوراق المنتخب البحريني، وبالتالي ضاعت علينا 45 دقيقة وخسرنا بهدف. حاول في الشوط الثاني العودة إلى المباراة لكن دون طائل، الخيبة عفواً تظهر على وجوه الجمهور العراقي الحاضر إلى ملعب كربلاء، كان يمن النفس بتحقيق الفوز في هذه المباراة. عودة لضيوف الاستوديو التحليلي، مساء الخير مرة أخرى. نتيجة مخيبة للأمل كابتن، يعني من منطقة الروح الرياضية اللي يجب نتمتع بها جميعا، نقول مبروك للمنتخب البحرين وحظ أوفر وعمل أفضل لمنتخبنا بالأيام المقبلة، لأن احنا مقبلين على تصفيات كأس العالم، ولا بد أن نستفيد من هذه الأخطاء اللي حدثت. الحقيقة تحدثنا من البداية وكنا نمني النفس أنه الفريق يعني ينهي هذا اليوم بأمسية سعيدة للعراقيين ولجميع من حضر ومن يشاهد التلفاز، لكن للأسف يعني هذه الأمنيات لم تتحقق. على كل بكل حال كرة القدم فيها كل شيء. حقيقة الأمر أرجع مرة ثانية وأقول كاتينيتش للآن لا يعرف مقاييس الاختيار بالنسبة للاعب المنتخب العراقي. الرجل ليست لديه فكرة عن إمكانيات اللاعبين وتوظيف اللاعبين، وهذا ما شاهدناه في المباراة، يعني استبدال مهاجم بمهاجم، استبدال لاعب وسط بضرغام بلاعب وسط. Thank you.
Thank you.
فليتحكم تحكي المنتخب البحريني بطل البطولة الأمريكية لنادي غرب آسيا على عام 2019 بتسلل تحكي حسين. هذه لحظات تتويج المنتخب البحريني بكأس نسخة غرب آسيا التاسعة بكرة القدم بعد أن حقق فوز على المنتخب العراقي بهدف دون رد. طبعا الألقاب ذهبت لحسين علي كأفضل لاعب وهداف البطولة وأفضل حارس في البطولة السيد محمد جعفر. شاهدنا هذه اللقطات الأخيرة من مراسيم ختام بطولة غرب آسيا التاسعة بكرة القدم. مبارك للمنتخب البحريني حقيقة، نهنئهم على المستوى الكبير اللي قدموه طيلة منافسات البطولة وأيضا تميزهم في مباراة الختام أمام المنتخب العراقي بالرغم من كل الظروف. حضور جماهيري كبير لمؤازرة المنتخب العراقي اللي لعب على أرضه وبين جماهيره، لكن هذه الفرص المتاحة لم تسعف في تحقيق اللقب الذي ذهب إلى المنتخب البحريني. ثالث منتخب خليجي هو المنتخب البحريني يحرز لقب بطولة غرب آسيا.